اهلا وسهلا ومساء الخير. مين زينا يذبح ثاني وثالث يوم؟ عندي هنا من يوم ما تزوجت، سبحان الله اهلي كانوا يذبحوا اول يوم، بس من يوم ما تزوجت زوجي لا ما يحب الزحمه ابدا، فياخر موعد الذبيحه، يقول يعني غير انه يعني يقول السبب الزحمه، لا كمان بتكون الذبايح ارخص شويه. ف يلا بسم الله. شوفوا يمكن ما رح أصور تقسيم الذبيحة بالكامل لأنه بيقولوا في السناب ممنوع، فخايفة إنهم يقفلوا لي الحساب. رح أصور شوية من التقسيم وتقطيع السلات، يعني إن شاء الله اليوم رح نسوي مع بعض سلات. فعشان أسوي السلات حوريكم كيف أقطع اللحمة للسلات، لكن تقسيم الذبيحة شوية خايفة من قوانين سناب شات. من البداية تبدأ تطلعي حق السلات، هنحتاج زي كده لقطع ريش بحيث انه تتقسم اثنين، كل اثنين زي كده وبالنص بالساطور تقطعيها، تمام؟ فحنحتاج زي دي ريش، وراح نحتاج كمان لي اللي هي الموزات، شوفوا هم كاسرينها الجزارين، فانا راح ادور قطعة تكون كويسة زي كده مثلا، هذه شايفين هذه كمان تتقطع، ما تحطي قد كده كبير في السلات، لا تتقطع نص، وهذه انقطع كده نص، شايفين؟ فحنحتاج زي كده لهذه القطع، ممتازة للسلات. عندنا كمان للسلات ينفع تاخدي من دي اللي تجيكم الظهر، تمام؟ وبرضو تقطعي له صغار، تكسري، لازم تكسير بالساطور، شايفين؟ هذه كمان قطعة كويسة للسلات. عموما انا هاخذ هذه القطع. شوفوا لما تقطعوا العظمه لازم تنكسر كسره واحده، يعني تحددي بالسكين محل ما تقطعي بالساطور، اول شيء تمشي عليه بالسكين، تفضل بس العظمه اصقعي صقعه واحده بالساطور. ليش؟ عشان العظام لا تتفتت عليكي، لازم يكون القص نظيف زي كده، اذا العظام تفتتت حيضايقك وقت الطبخ والاكل، ومو حلوه كده يعني يطلع في فمك كسره عظمه، تمام؟ شوفوا هذه كيف قسمتها، شوفوا دي هذا الحجم ممتاز، حتى هنا شوفوا هذه، وشوفوا هنا الريش، وهنا كمان ايش الموزات قطعت خلاص واتكسرت، فشي يكون لحم وشي لحم وعظم، فاهمين؟ زي كده يمكن من قريب بيبان كبير، لا ترى هو ما هو كبير، شوفوا لما بعدت الكاميرا ما هي مرة كبيرة. يا اهلا وسهلا من جديد. الاسئله ما شاء الله ما وقفت على الخاص، ايش هو السلات يا افنان؟ السلات اللي هو تقريبا هو نفس المقلقل، لكن احنا هنا بلاش اقول اهل مكه، لانه اهل مكه كمان من بيت لبيت بيختلف. احنا عندنا المقلقل نقول عليه مقلقل اذا فيه له البصل وفيه له شويه طماطم، تمام؟ هذا كده بالنسبه لنا مقلقل. لكن السلات يكون بدون بصل، بس تحطي توم وملح وفلفل اسود ومستكة، تمام؟ هذا بالنسبه لنا احنا اسمه السلات المديني. يا اهلا وسهلا من جديد. الاسئله ما شاء الله ما وقفت على الخاص، ايش هو السلات يا افنان؟ السلات اللي هو تقريبا هو نفس المقلقل، لكن احنا هنا بلاش اقول اهل مكه، لانه اهل مكه كمان من بيت لبيت بيختلف. احنا عندنا المقلقل نقول عليه مقلقل اذا فيه له البصل وفيه له شويه طماطم، تمام؟ هذا كده بالنسبة لنا مقلقل. لكن السلات يكون بدون بصل، بس تحطي توم وملح وفلفل أسود ومستكة، تمام؟ هذا بالنسبة لنا إحنا اسمه السلات المديني. السلات هو اللي ما فيه له بصل، هذا عندنا إحنا كده نسميه السلات المديني. تحطي اللحمة، ما تحطي زيت، لأنه خلاص إذا كان لحمتك فيها كمية دهن كفاية لا تحطي زيت، تمام؟ في قدر الضغط ما راح تحتاجي مويه، لكن في القدر العادي على النار العاديه راح تحتاجي شويه مويه، اتفقنا؟ فدحين في قدر الضغط الكهربائي راح احط اللحمه اللي قطعتها بعد ما غسلتها، راح اضيف الثوم المهروس، راح اضيف الملح، واضيف الفلفل الاسود، وأضيف حبتين مستكة، لا تكتر المستكة عشان لا يمرر، على الكمية حقتي حبتين مرة كفاية، راح أقلبهم سوا وأضغطهم لمدة نص ساعة، أخلطهم كده بس خلط خفيف.
طيب دحين راح اختار زر اللحم. هنا عندي 59 دقيقة، اضغط 20 دقيقة ونضغط 11 دقيقة. انا ابغى نص ساعة، فححط على 20 وازود. تمام، اتأكدي انه الضغط ما يكون لس. هنا مستوى الضغط ارفعيه هاي، وهنا الطهي بالضغط ما يكون لس، يكون مور، وفوق هاي. من هنا تتحكمي من المستوى ومن الطهي بالضغط، حطي مور وحطي هاي عشان ينضغط مرة تمام ويستوي. لما يكون لس حيكون الضغط جدا خفيف وممكن تطول سوى اللحمة. فهذا القدر هو كده عياره، قدر هوم إليك المطور، كده تقدر تتحكمي في مستوى الضغط. بسم الله على بركة الله، شوفوا بدون ولا نقطة موية السلات صار جاهز. إذا تبى تنشفي الموية المرقة أكثر من كده عادي، شغلي عليها القدر شوية كده أبو 10 دقايق وحتلاقي الموية نشفت.